يعني في الكوزينه ديال سعيده تقدر تقول لينا سعيده شنو واش كنتي نفس لي زانغريديون اللي كنت كتلقاهم في المغرب واش كتقدر دير لا كوزين ماروكان هنا في ساسكاشوان؟ هنا بالنسبه للزانغريديون اللي كاينين في المغرب كلشي كاين هنا، يعني اي حاجه كنحتاجها كنلقاها هنايا، وهي بصراحه ماشي بحال ديال المغرب 100%، مي كنزل الكروس ما بيه. عطيني مثال ديال شي حاجه ما لقيتيهاش ولا شي حاجه قلبتي عليها ومن بعد لقيتيها. شي حاجه بحال المسكه الحره، بحال الزعفران الحار، هادشي جبتو معايا من موريال، ما لقيتش شي حاجه مزيانه هنا في ساسكاتشوان، مي كنلقاو شي حاجه مي كنسلكو بها وصافي. دابا كنعمرو فئتين. هنا في البلاد عندنا مزيان، هنايا كنشرو النعناع مي كنسلكو الأمريكان كاليفورنيا. كاليفورنيا كدير الطاجين كندير الطاجين، كندير الكسكسو، كندير الفيسا، نعك لينا الفيسا ديال لينا كريمة، كندير كلشي الحمد لله، يعني بحال هذيك الماكله اللي كنا نديرو في المغرب راه حنا كنديروها هنا. اللي كيعرف يطيب راه يدير كل شيء، اللي ما كيعرفش يطيب راه غايب حال شويه. كتاكلو في لي ريستورون؟ ضروري كنخرجوا مره مره نبدلوا الجو، ما كنبقاوش على الماكله ديال الدار دائما، سيرتو ايامات الخدمه راه ضروري كتجي شي وقيته اللي كنضطروا نشريو الماكله من الطنقه ونخرجوا ناكلوا على برا، لان الحياه العمليه مع الحياه الزوجيه راه هي هذه، ماشي دائما كنقدروا ناكلوا في الدار. اما في الويكاند راه كنطيبوا كونتيتي كبيره ديال الماكله باش ما ندو معانا الخدمه ما ناكلو اوكور لا سيمين. وبالنسبه للماكله المغربيه الصراحه كدير الوقت هنا، لان الوقت ما كيبقاش بزاف، كنضطروا نديروا الماكله، كنتعلموا الماكله ديال هنايا لانها سهله وفاسيله، يعني داري ما كتستغرقش وقت طويل باش كتوجد. يعني ملي جينا نديرو طاجين ونبقاو نجيو الخدمه وعيانين نتسنى الطاجين يلا يطيب، وهذه يعني ما غاديش تسلكنا. كنضطروا الماكله المغربيه 100% كناكلوها السبت والحد، وكود لا سيمين راه حنا كنديرو شي حاجه سهله هكا كنسلكو باسي ما. ملي كتمشيو للريستورون شمن نوع ديال الريستورون كتمشي؟ كنمشيو للبيفي، كنمشيو دي ريستو كنديان، ما كيعجبنيش ماشي ما كيعجبنيش، مي كنفضل الماكله اللي كتكون قريبه للماكله ديالنا. زعما الا ديتيني الماكله ديال الشينوا ولا شي حاجه ماشي ما غتعجبنيش، مي كنفضل الماكله اللي كتكون شويه قريبه للماكله المغربيه. ملي كنمشيو مثلا للبيفي كنلقاو مثلا الروز، الدجاج، اللحم، شي حاجه هكا اللي كتكون قريبه شويه في الطياب ديالنا المغربي. اما بالنسبه لي ريستو كتمشي كتاكلش على ذوقك، بحال كتاكل على ذوقهم. كتستقبلوا اصدقاء و هنايا كطيب؟ كنجيو كيجيو عندنا صحابنا مغاربه، ما كاينش هنا مغاربه بزاف، مي كيجيو عندنا مغاربه صحابنا، كيجيو عندنا كنديان هنايا، الجيران تما الله يعمر ليهم الدار كيجيو عندنا مره مره هكا كناكلو مجموعين، كيعجبهم الاتاي المغربي. اي واحد كيجي عندنا كيقول لنا باغي يشرب غير الاتاي المغربي، كنحاولوا نديروا الاتاي المغربي بالطريقه المغربيه. هاد الاصدقاء منين هما اللي عندكم؟ بحال الجاره ديالنا هما كنديين من ساسكاتشوان، كاين عندنا اصدقاء كوسوفيين، كاين عندنا كنديين كيبيكوا، كاين تايلانديه صديقه تايلانديه، كاين بزاف الجنسيات على حساب الخدمه والناس اللي تعرفنا عليهم. وداكشي من الاصدقاء اللي تيجيو عندنا بزاف هما الكوسوفيين والكندي الكيبيكوا مع التايلانديه كيجيو عندنا بزاف، زائد المغاربه اكيد. كيفاش كتشوف هذا الانسجام مع الثقافات الاخرين ومع؟ بالعكس شي حاجه زوينه بزاف، بالعكس عجباتني. كنحاول نتعرف على تقاليد اخرين، عادات اخرين. بالنسبه للناس الكوسوفيين اللي كيجيو عندنا ما كاينش شي حاجه مختلفه بيننا وبينهم، يعني نفس العادات والتقاليد. يعني كنتفكر نهار اللي جات لعندنا
حاجه يعني الام ديال الزوج ديالي جات لعندنا ومشاو عندها ومشات لعندهم وعرضوا عليها وداك الشيء. يعني الحاجه عجبها الحال بزاف بزاف، قالت لي يعني ما كاينش شي اختلاف بيننا وبينهم. اكيد الماكله متغيره شويه من العادات والتقاليد وديك الحفاوه ديال الاستقبال وكيفاش يعني رحبوا بها، يعني عجباتنا بزاف وعجبات الوالده ديالنا بزاف بزاف. بالنسبه للتايلاندي ملي كتجي عندي كنستافد منها بزاف الحوايج، خاصه في الاكل كتعجبني الطريقه ديال الروز ديالها اللي كدير، طريقه جديده بالنسبه ليا ولاني جديده، وليت كندير بحالها. يعني اي حاجه تنشوفها عندها وتعجبني كنقول لها وريني كيفاش ديري ليها باش انا نصوب بحال. يعني حتى هي كذلك ملي كتجي وكتشوفني مثلا كيفاش عمرت الاتاي وكيفاش صوبتي هذه وكيفاش وجدت هذه كتقول لي كيفاش انت وريني كيفاش. يعني بعض المرات كتجي عندي وكنطيبوا ماكله تايلانديه مع مغربيه وداك الجو اللي كنخلقوا يعني رائع جدا صراحه. مازال على اتصال مع العائله في المغرب؟ اكيد طبعا، يعني العائله راه مستحيل اننا نساوها ولا نبعدوا عليها، ندوي معاكم شفقاتي. يعني اكيد العائله هي كل شيء، حنايا هنايا بالفضل العائله ديالنا، والعائله خاصنا دائما نسولوا فيها ونسولوا في الصحه ديال الوالدين واش خاصهم شي حاجه. اكيد نتهلاو في والدينا كما تهلاو فينا. كيفاش كتتصل بالوالدين؟ تنشريو كارطات ديال التليفون، سكايب، الانترنت، يعني اكيد كيسهل الماموريه ديال التواصل. يعني ما كانش شحال هادي في الزمان اللي كيقولوا راه كانت صعيبه وداكشي، اما حنا الحمد لله جينا في هذا الوقت كلشي ميسر عندنا.